هاي جريد 3، معاكم ميس ايمان سيد من قناه لا مسكوتش الايمان. احب بس اقول لكم قبل النهارده هنبدا ان شاء الله، هنكمل في كتابنا كونكت. هناخد يونت 8 اللي هو سيزونز اوف ذا يير كتابنا كونكت. بس قبل ما ابتدي النهارده اليونت بتاعي، احب بس اقول لكم ان انا ليا قناه على اليوتيوب، قناه قدامكم اهي، اتمنى ان انتم تخشوا وتعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. تعالوا بقى معايا النهارده جريد 3، هناخد مع بعض النهارده يونت 8 اسمه سيزونز اوف ذا يير. احنا عندنا هاو ميني سيزونز اوف ذا يير يا جريد؟ قبل ما ابدا النهارده اليونت ده احب نعرف احنا عندنا هاو ميني سيزونز ان ذا يير. سيزونز اوف ذا يير، سيزونز اوف ذا يير اوف ذا يير. قبل ما ابدا الليسون بتاعنا عندنا هاو ميني سيزونز، عندنا هنا فور سيزونز. يعني ايه اربع فصول؟ ايه هم؟ تقدروا تقولوا معايا؟ عايزاكم كده انا اقول وانتوا تقولوا ورايا. وينتر، سمر، طبعا مش مهم بالترتيب بس نقولهم مع بعض. وينتر، سمر، سبرينج، فول. طبعا هو مكتوب عندكم فول، هي ممكن تتقال فول في اوتوم بس خليها فول زي ما هي مكتوبه ايه عندكم في البوك. عندكم فول، فول اللي هو ايه الخليج. يبقى هم هاو ميني سيزونز عندنا في الـ عندنا وينتر، سمر، سبرينج، فول. ادي اول حاجه احنا اتعلمناها ايه؟ اتعلمنا الفور سيزونز في الليسون. طب تعالوا بقى معايا هنا جريد 2، سوري جريد 3، عشان نشوف احنا النهارده هناخد ايه في اليونت بتاعنا ده، او ايه اللي احنا هندرسه. نبدا النهارده باول ليسون 1 عندنا في الكتاب بتاعنا. طبعا احنا على فكره بنستخدم كتاب ستاب اهيد عشان تبقوا عارفين. هناخد اول ليسون معانا النهارده جين. الليسون بتاع بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن المانثس. عندنا هاو ميني مانثس؟ 12 مانثس. نقوله بقى مع بعض كده، جين يوري، فيبري يوري، مارش، ابريل، ماي، جون، جولاي، اوغست، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. ريبيت افتر مي، جانيوري، فبريوري، مارش، ابريل، ماي، جون، جولاي، اوغست، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طبعا من اول سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر معروفين ان عربي، بس هنا جانيوري دي اللي هي يناير، فبريوري فبراير، مارش مارس، ابريل ابريل، ماي مايو، جون يونيو، جولاي يوليو، اوغست اغسطس معروف. تعالوا بصوا هنا معايا برضه يا جريد 3، نبص هنا مع بعض السيزونز كده. طبعا دي السيزونز اللي انا عرفتها لكم على فكره في على البورد اللي احنا قلناها مع البورد. وينتر اللي هو فصل الشتاء، سبرينج فصل الربيع، سمر فصل الصيف، فول الخريف، ويذر الطقس، سانشاين سطوع الشمس. طب هنا نقول بقى هنا هوت حار، تو هوت. تو هنا معناها فيري، لما اقول تو كولد او تو هوت او تو اي حاجه، في برضه هنا اكسبريشن دايما مستخدم اسمه تو كذا، يعني مثلا اقول تو هوت، تو هوت، او تو كولد، او تو مثلا ايه، او تو ساد مثلا، تو ساد يعني حزين جدا، يعني عايز اقول انه فيري ساد يعني. يبقى تو هنا، يبقى هنا عندنا كلمه تو دي ايكوالز ايه؟ ايكوالز فيري. اوكي، دي برضو قاعده لازم تعرفها جريد 3. بصوا هنا معايا بقى، هنا عندنا بقى، هنا بيديك بقى في عندنا هنا كلمه هوت، تو هوت، كولد، قالت الكولد بارد قليلا، ساني، راني، ساني اللي هو مشمس. على فكره ساني راني اوبزي، ساني اللي هي مشمس، راني اللي هو ممكن. بصوا هنا بقى مديني بقى الوينتر، مديني هنا ايه السيزونز، وبيديني المانثس بتاعت السيزونز دي. يعني انا عندي الوينتر، المانثس بتاعت الوينتر ايه؟ ديسمبر، جانيوري، فبراير، اللي هو ديسمبر يناير فبراير، دي شهور الايه؟ الشتاء. السبرينج مارش، ابريل، ماي، سمر، جون، جولاي، اوجست. لازم تبقى عارف السيزونز دي وعارف المانثس بتاعتها عشان ممكن تجي لك في تشويس، تجي لك في حاجه فتبقى عارفين. يعني مثلا ممكن يجي يقول لك مثلا ايه؟ It's too cold. Winter is in the winter is in 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 ايه in. لو جاء لك مثلا مارش، جون، ديسمبر، يبقى انا اعرف الوينتر ايه؟ in December. لو جاء لك ايه؟ It's too hot.
سمر ان اوجست مثلا، جاب الكلب اوجست، جاب لي مثلا ديسمبر، جاب لي جينيوري، انا اعرف ان اوجست. يبقى لازم ان انت تبقى عارف المانثس بتاعت السيزونز دي. يعني احنا عندنا مثلا هنا وينتر، ديسمبر جينيوري فبراير، سبرينج مارش ابريل ماي، سمر جون جولاي اوجست، فول سبتمبر اكتوبر نوفمبر. فول اللي هو الايه؟ الخريف. طب بص هنا بقى، لايك لاف يحب، هنا لايك لاف يحب، فلاور زهور، سام بليسز بعض الاماكن، كلر ريفز اوراق ملونه، بيوتيفول يعني جميل، كلرفول تريز اشجار مختلفه الالوان، فانتاستيك رائع، بيتش شاطئ، بارك منتزه، سبيشال بارتي حفله خاصه. هنا عندنا برضو استخدمنا ايه؟ توداي يسترداي تومورو. برضو احنا عايزين، عايز اشرح لكم الجزء ده برضو عشان ده مهم برضو لما نيجي نتكلم فيه نبقى عارفين. هنا لما نيجي بقى نقول ايه؟ توداي، توداي يبقى انا هنا لما بتكلم على توداي يبقى انا بتكلم هنا ايه؟ توداي هنا ايه؟ بتكلم عن بريزنت تنس، بريزنت تنس، بتكلم عن بريزنت تنس. يعني ايه؟ بنتكلم عن مضارع، مضارع زمن المضارع. يعني اقول ايه؟ it's today it's cold مثلا، for example today today it's cold it's cold today، النهارده مثلا بارد it's cold. يبقى انا هنا اتكلمت عن ايه؟ بتكلم في اللحظه دي. يبقى هنا ده هنا is، ليه اخترت is؟ اخترت is عشان عندي هنا today، طب is عشان عندي ايه؟ عندي today. تعالوا بقى نشوف هنا، اما اجي اقول yesterday، yesterday اللي هو كان ايه؟ بالامس، بالامس ده اتكلم عن ايه؟ past tense، past tense، past tense. بنعرفها كده بحاجات بسيطه عشان نعرف احنا بنحل ايه. يعني مثلا اقول لك ايه؟ just for example yesterday، yesterday بالامس، yesterday it was running، كان بيومطر، it was running. طب انت هتقول لي يا ميس ايمان ليه اخترتي was؟ هقول لك السبب. انت مش انت عندك هنا yesterday وهنا was، طب انا هنا was دي الكي وورد فيرب تو بي ان ايه؟ ان باست، لان انا عندي يسترداي انا اتكلمت عن الباست، الباست تنس، يبقى هستخدم لها ايه؟ was. was طبعا was او وير، يعني طبعا لو في عندي وي وزي ويو الكلام ده بستخدم ايه؟ وير. اوكي، لكن انا هنا عشان دي سنجل استخدمت was، فهنا عندي was دي اللي هي الفيرب تو بي مع الباست، الباست ايه؟ الباست تنس. اوكي، طب هنتكلم عن الفيوتشر تنس اللي هو ايه؟ تومورو. تومورو بقى ده اللي هو ايه؟ الفيوتشر، الفيوتشر اكشن او الفيوتشر تنس. تعالوا هنا معايا هنا فيوتشر تنس، لما اجي بقى هنا اتكلم عن الفيوتشر، الفيوتشر تنس في الزمن المستقبل هقول ايه؟ تومورو ات ويل بي مثلا صن، مثلا فور اكزامبل، يعني ممكن من المحتمل ان هو يبقى مشمس، تومورو ات ويل بي صني، ات ويل بي، يبقى هو هل هو صني ولا انا بتوقع انه ممكن يكون ايه؟ صني، ات ويل بي ايه؟ صني. اوكي، يبقى احنا هنا عرفنا بقى، يبقى احنا عرفنا today present، present ايه؟ present tense هستخدم لها ايه؟ is، yesterday past هستخدم لها ايه؟ was، tomorrow future هستخدم لها ايه؟ will ايه؟ will be. تعالوا بقى معايا كده جريد، جريد 3 نشوف احنا بنكمل ايه او بنعمل ايه. هنا بنقول بقى، هنا بنعمل بقى، هنا عندنا كلمة because، هنا عندي كلمة because لأن، but لكن، play يلعب، there هناك، favorite month اللي هو الشهر المفضل، year اللي هو عام أو سنة، grandparents، grandparents الأجداد أو جداي، come يأتي، see us، see us يرانا، I like July best أحب شهر يوليو الأفضل، what about you ماذا عن. تعالوا هنا نقرأ الدايلوج ده وهنعرف الكلام ده دلوقتي. Dad what's your favorite month؟ واحد، حد بي، واحد بيسال بابا او واحده بتسال بابا بتقول له انت ايه الشهر المفضل بالنسبه لك؟ هو بيقول لها ايه؟ I like January best، انا بحب شهر يناير افضل. ليه؟ Because it's cold، I like cold weather and you، انا بحب الجو البارد وبحب الايه؟ يعني انا بحب البرد وبحب الجو البارد. انت بقى، انت بقى بتحب ايه؟ هنشوف بقى كده. I like August best، انا بحب شهر اغسطس الافضل. Because it's hot and I can go to the beach، بقدر اروح الشاطئ. What about you mom، ماذا عنك يا مامتي، يا ماما يعني، ماذا عنك يا مام؟ I like the fall، انا بحب الخريف. ليه؟ because it's too، it's not too hot،
ما بيبقاش حر يعني، بمعنى اصح ما بيبقاش حر. In some places there are very beautiful currant leaves. وبعض الاماكن بيبقى فيه بعض اوراق الشجر اللي هي ايه الملونه. I like، هنا بيقول I like spring، انا بحب الربيع. ليه بقى؟ Because there is a lot of sunshine، لان بيبقى فيه الكثير من سطوع الشمس. Today it's sunny، انه ممطر اليوم. But tomorrow it will be sunny، النهارده ممطر او اليوم ممطر، وغدا من المحتمل ان يكون سيكون الجو ايه مشمس. هاري يعني ايه هيا؟ هنا بصوا بقى معايا، I like spring because it's sunny، I like fall because it's sunny. هنا بقى في هنا مديني كده ايه دايلوج كده او زي تكست كده نشوفها مع بعض. Hi I am ندى، انا اهلا انا ندى. I'm from منصوره، انا من المنصوره. I like the spring، انا بحب فصل الايه الربيع. I like the flowers and the colorful trees، انا بحب الزهور والاشجار الملونه. It's sunny today، انه مشمس اليوم. I like sunny days، it was a little cold yesterday، but tomorrow it will be it will be hot، ولكن غدا سيكون ايه هو بارد. كان بارد بالامس، كان بارد قليلا بالامس، ولكن من المحتمل ان يكون حارا، ان يكون سيكون حار غدا. I can go to the park and play there، انا هروح المنتزه والعب هناك. My favorite month is February، انا بحب شهر فبراير. Because it's my birthday، لانه عيد ميلادي. And we have a special party، بتبقى عامله حفله خاصه. I also like May this year because we have عيد الفطر. بحب شهر مايو السنه دي عشان جه معاه عيد الفطر. June and July are also fantastic months for me، وشهر يونيو ويوليو هما برضو من الشهور اللي انا الرائعه ليه. ليه؟ My grandparents come to see us، عشان جدي وجدتي بيجوا. بص هنا بقى بيقول ايه؟ What's your favorite month؟ ده اكسبريشن بقى بنستخدمه كده عشان تبقى عارفين اللي هو ايه؟ ايه الشهر المفضل بالنسبه لك؟ عشان تبقى عارف مثلا لو جالنا rearrange هنعرف نعمله ازاي؟ لو جالنا choice هنعرف نعمله ازاي؟ هو الاكسبريشن اسمه What's your favorite month؟ ما هو شهرك المفضل؟ I like January best، ممكن تقول I like January best، I like May best. ليه بقى؟ كل واحده يقول ليه؟ because مثلا it's cold، because it's my birthday، because it's، يعني كل واحد ممكن يكتب شهر ويكتب هو فيه بيحبه ليه؟ يبقى يعني I like January best because it's cold، I like August best because I can go to the beach، I love May because شم النسيم is in May this year، لان يعني شم النسيم السنه دي جاي في May. I love October because it's my birthday. طبعا دي انا شرحناهم خلاص، مش هشرحهم لكم تاني. احنا قلنا today بناخد is، yesterday was، tomorrow بتاخد الايه will be. هنا عندنا كلمه color و colorful. color اللي هي بتشير الى ايه؟ ان الالوان، ليس اتكلم من الالوان، يعني مثلا ايه color leaves اللي هي يعني ايه حاجات ملونه، يعني مش ما فيهاش ايه الوان. لكن colorful هي حاجه براقه ملونه من الطبيعه، يعني زي مثلا colorful trees، colorful flowers. لكن انا اقول كلر ايه ليف، الوان اللي هي ايه اوراق ملونه، او كلر بيبر اوراق ملون. تعالوا نحل مع بعض الاكسرسايز اللي قدامنا ده عشان ايه نعمل براكتسنج على اللي احنا خدناه على الليسون ده. انا بيقول ايه؟ اتس كولد اتس هوت، انا شايفاه لابس كوت كده، مفيش صن ولا حاجه، ولا عنده معاه فين بيهوي بيها ولا الكلام ده. يبقى ده يدل على ان ده ايه؟ ده كولد ولا هوت؟ لا، بيدل على انه ايه؟ كولد. انا شايفه هنا وان، وشايفه الليفز فول، وفوق والليفز فول يعني بتسقط. هل هو اي لايك سبرينج ولا اي لايك فول؟ لا، ده انا مغمض كده اقول اي لايك فول. طيب انا شايفه this man is carrying umbrella، it's sunny or it's sunny and rain and this is water from the sky. ايه؟ يبقى راني، اتس ايه راني. طيب اي لاف وينتر، اي لاف سمر، ده ايه؟ ده شكله كده سمر؟ لا، وينتر. انا هعلم على وينتر. انا شايفه sun in the sky، it's ايه؟ it's hot. I like fall, I like spring. I like spring. It's sunny, it's sunny. لا، هنا it's sunny. I love summer, I love winter. I love ايه summer. تعالوا بصوا هنا معايا في الاكسرسايز اللي قدامنا ده. هنا بيقول لي matching A from B. طبعا انا بحب في الماتشنج ما تقعدوش تعملوا لي كده. يعني مثلا احنا قلنا yesterday the weather was A was hot. يعني هنكتب مثلا ازاي؟ هوريكم تعملوا ازاي؟ وتعملوا زي ما انا هوريكم كده. بدل ما نقعد نعمل بالايه بالقلم والكلام ده. يعني هنا نمبر دي انا اخترت لها ايه نمبر 1 مثلا، فور اكزامبل this is number 1. What's your favorite month؟ January number 2. Okay. Tomorrow it will be sunny number 3.
today it is راني يبقى نمبر 4. بس احنا عرفنا ازاي؟ يبقى هي دي بقى ايه الحاجات اللي احنا ايه بنعرف. هنا بيقول لي ايه بقى؟ هنا طبعا مديني دايلوج، مديني هنا دايلوج قدامي وبيقول لي هنا طبعا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ايه مروه اند فريده. هنا طبعا مديني دايلوج وبيخليني هنا ايه اكتب الايه السنتنس النقطه. طبعا هنا بصوا معايا هنا في الاكسرسايز ده بيقول لي ايه؟ اي لايك مارش بيست. يبقى هيسال ايه؟ هيقول ايه؟ واتس your what's your favorite what's your favorite what's your favorite month what's your favorite month ايه هو الشهر المفضل بالنسبة لك؟ what's your favorite month. هنا بقول ايه؟ اشرف وحسين بيقول واتس يور فيفورت مانث. ممكن اقول مثلا هنا اي لايك مثلا، كل واحد ممكن يكتب اي شهر، انا هكتب لكم كده شهر مش لازم انتوا تكتبوا نفس الشهر اللي انا كتبته، ممكن تحب اي حد يكتب اي شهر تاني بيحبه. اي لايك مثلا ماي بس مثلا فور اكزامبل اي لايك ماي بس اوكي بيكون اتس ماي بيرث داي مثلا، اي حاجه مش لازم يعني تكتبه زي ما قلت. يعني ممكن تقول واحد يكتب ماي، يكتب حد يكتب جون، حد يكتب جولاي، الشهر اللي هم اللي انتوا عايزين تكتبوه اكتبوه. اوكي انا كده وريتكم زي الجمل بتتحل عشان نبقى ايه عارفين نحل ازاي. اوكي تعالوا بصوا بقى معايا هنا، طبعا ده انا هسيبه لكم انتوا هوم ورك لان لازم انت تبقى مذاكر المانسس عشان تعرف تحل. وطبعا الكلمات موجوده عندكم في الكلمات موجوده عندكم في الفوكاب موجوده عندكم في فوق هتذاكروها. طبعا طبعا كل الكلام ده انت هتذاكره عشان تعرف ايه تحل. اوكي تعالوا نحل مع بعض التشويس ده. توداي ايه؟ طبعا انا لسه شارحين ده. توداي دي توداي دي لما بتيجي يبقى ده ايه ده يبقى في اني تنس. اول بصوا على العين توداي دي في اني تنس بريزنت. برافو عليكم كلكم بتقولوا لي بريزنت يا مستر. طب البريزنت هستخدم له واز رونج تايم، هستخدم له ويل رونج تايم، هستخدم له ايه از. طيب اتس هوت ان وبيكون حرف ايه؟ سمر. برافو عليكم شاطرين. tomorrow it will be cloudy هيكون ايه؟ هيكون مغيم. January, August, July is cold months. طبعا cold بتكلم عن winter، هيبقى في اوجست اللي هو اغسطس، لا July اللي هي يونيو اللي هو شهور السمر، لا يبقى ايه؟ January. Yesterday it was windy. It's cold in هو very cold in winter. Today the weather is warm. Space is hot month. مين اللي hot month؟ مين اللي is hot month؟ مين هنا is hot month؟ هل يعني انا ممكن اختار هنا ديسمبر؟ ديسمبر اللي هو شهر من شهور الوينتر؟ wrong. Select February؟ wrong. يبقى مين؟ August. August is in hot month. Tomorrow it. It ايه؟ was wrong. طبعا احنا قلنا tomorrow. Tomorrow من الكي ورد بتاعت الايه؟ future tense. بنستخدم لها was؟ wrong. بستخدم لها is؟ لا wrong برضه. بستخدم ايه؟ will be. We can see flowers and the green trees. بنشوف الفلاورز والجرين تريز ان فول. الفول اللي هو بيبقى فيه وان؟ لا الوينتر اللي هو بيبقى فيه ران. ليه؟ رونج. يبقى فين؟ في سبرينج. يسترداي ات ينفع اقول از؟ رونج طبعا. ليه؟ لان احنا قلنا يسترداي باست باست. احنا لما بنتكلم عن الباست اكشن او باست تنس معقول احط له از؟ رونج. احط له ويل بي اللي هي بتاعت الفيوتشر؟ رونج. يبقى ايه؟ ووز. فيس اتس راني هي بتبقى راني ايه؟ ان ماي في مايو؟ رونج. ان جون؟ رونج. ان ايه؟ فبراير اللي هي المانث اوف ايه؟ اوف وينتر. اتس كولد ساني هوت ان وينتر. ان وينتر هيبقى ايه؟ كولد. اتس راني كولد هوت ان سمر يبقى ايه؟ هوت. وي جو تو ذا بيتش ان احنا كلنا بنروح البيتش ان ايه؟ سمر. تعالوا بصوا بقى معايا هنا. هاي ام ندى ام فروم منصوره. اي لايك ذا سبرينج، اي لايك ذا فلاورز، ذا كلرفول تريز. اتس ساني توداي، اي لايك ساني دايز. ات واز ا ليتل كولد يسترداي بات تومورو ات ويل بي هوت. اي كان جو تو ذا بارك اند بلاي ذير. انا اقدر اروح الحديقه والعب هناك. ندى لايكس فول. طبعا هي ندى بتحب الفول. طبعا احنا لسه قايلين التكست قدامنا.
طبعا هو في الامتحان ممكن يجي لك حاجه زي يجي لنا حاجه تاكس كده ويجي لنا كوتشنز عليها، بس لازم نقرا التاكس عشان نعرف نحل. ندى لايكس فول، ندى بتحب الخريف، احنا هنا قلت رايت ايه؟ سبرينج، الاجابه هتبقى رايت ولا رونج؟ رونج طبعا. ندى لايكس راني داي، بتحب الايام الممطره؟ لا هي بتحب ايه؟ لسه بتقول لكم ايه؟ بتقول ايه؟ اي لايك ساني دايز، يبقى هي بتحب ساني دايز ولا راني دايز؟ نوت نو ساني دايز، ساني دايز. ندى از فروم منصوره، ندى كانت من المنصوره، يس ندى من المنصوره. تومورو ات ويل بي هوت، بكره احتمال يكون حر. رايت. انا عايزاكم بقى ده انتوا تشوفوا المانثز الموجوده عندكم في فوق، وتشوفوا هنا المانثز اللي هي كل سيزون من دول ليه مانثز، هتكتبوهم بقى طبعا في الايه في التيبل ده. تعالوا بقى نحل مع بعض كده في نحل مع بعض كده في الري ارينج ده. طبعا احنا كنا اتكلمنا برضو في الري ارينج ده في قصه انا دايما اقولها لكم اللي هي ايه، السبجكت بلس فيرب بلس اوبجكت. يعني ايه؟ يعني بنبدا الجمله بالسبجكت، يعني هنا مثلا فور اكزامبل اقول ايه اي، يبقى هقول هنا اي ده السبجكت بتاعي اهو، اي الفيرب فين؟ لايك، اي لايك، اي لايك مين؟ اوجست بيست، اي لايك اوجست، انا بحب اوجست ايه الافضل، اي لايك اوجست بيست، اوكي اي لايك اوجست بيست. هنا ماي فيفوريت مانث از جولاي، ماي فيفوريت مانث، ماي فيفوريت مانث، ماي فيفوريت مانث از جولاي، ماي فيفوريت مانث از جولاي، الشهر المفضل بالنسبه لي هو شهر ايه؟ يوليو، جولاي، اوكي؟ اتس كولد ان وينتر، اتس كولد، ان وينتر، اتس كولد ان وينتر، هو بيبقى بارد في الايه؟ في الشتاء، اتس كولد ان وينتر، اوكي؟ طيب انا عايز اسيب لكم بقى الجملتين دول، انتوا حاولوا حلوهم كده هوم ورك، وايه وروني انتوا هتحلوهم ازاي، اوكي؟ انتوا بقى حلوا الجملتين دول انتوا هوم ورك، اوكي؟ بس هنمشي بقى السنت، اذا هنمشي في الري ارينج الناس زي ما احنا قلنا كده اهو، وانت بتحل تحط الكلام ده عشان تعرف ايه، نعرف نحل، اوكي؟ تعالوا نبص بقى مع بعض البيكتشرز اللي قدامنا كده. هنقول مثلا هنا ايه ده، ايه انا شايفه ده ايه، هقول ممكن اقول هنا ايه، مش لازم تكتب جمل كبيره عشان ايه ما ايه ما يعني ايه ما تغلط، ممكن نقول جمله صغيره اتس فول مثلا، انه ايه انه الخريف، اتس فول انت كده تكتب ايه هنا، تقول مثلا ممكن اقول هنا اتس فول، اتس فول ده فصل الايه الايه الخريف، اتس سمر انه الصيف، اتس سمر انه السمر، انه ايه انه فصل الايه السمر، السمر اللي هو ايه فصل الايه اللي ايه فصل الايه فصل ايه فصل الصيف، سمر، اوكي. تعالوا بقى نكمل اللي احنا بنقوله، هقول مثلا فور اكزامبل اتس ايه اتس راني، اتس ايه ساني، اتس راني، اتس هنا نقول مثلا اتس ايه اتس وينتر، اتس وينتر، اتس ايه اتس سبرينج، هو الفصل الايه الربيع. طب هنا بص بقى معايا في سؤال البنكويت ده عشان مهم جدا، هنا بيقول ايه اي لايك جينيوري بيست، طبعا هنا لما نيجي نصلح الجمل انتوا على فكره في البنكويشن لازم تعلم على الجمله اللي انت هتصلحها، انا هوريكم جملتين وانتوا تكملوا الباقي هم بتعملوه بقى انتوا ايه لوحده، يعني هنا نعمل بقى مع بعض كده. طب هنا عندي كلمه، عندي اي، اي دي بدأ بسمول لتر، لازم نكتبها ايه كابيتال لتر، تتكتب كده اي، وبعدين جين يوري دي غلط، جنجوري بيتكتب كده. طبعا وانت بتحل البنكويت لازم تعلم انت هتعمل ايه، لان احنا قلنا اولا ان الاسماء النيم بتاعت البيرسون والماسز والحاجات دي والفيمس بليسز لازم تتكتب كابيتال ايه؟ لاتر، هنا اوجست ايه وهنا اي، وهنا دي الاي دي غلط، يبقى هنقول هنا اي. طيب هنا ماي، هنكتب هنا ماي ام، ماي ام، جولاي، جي. طيب واتس يور فيفوريت، يبقى وات هنكتبها كده وات، بعدين فيفوريت مانث، نحط هنا كوتشن ايه كوتشن مارك،
هنا اي لاف، ده صلحنا ايه السنتنس دي. اوكي انتوا بقى ايه تحاولوا انتوا تحلوها برضو كده، بس انا البانك ويت اهم حاجه جريد 3 تبقوا عارفينه في البانك ويت، ان انت لازم تعلم بالقلم عشان تبقى ايه عارف انت بتصلح ايه. اوكي تعالى بص هنا معايا هنقول ايه هنا، بيقول ايه ذا ويذر از ايه از راني، هنا بقى ذا ويذر از ايه از ساني، ان هو شايف لا ذا ويذر از ايه از ساني، هنا مشمس. ذا ويذر از ايه كولد، لا هنا ذا ويذر هنا لا هنا ساني، هنا اقول ذا ويذر از ساني هنا، لكن هقول هنا ذا ويذر مثلا ممكن اقول ايه ذا ويذر از هوت مثلا، ان هو حر. ذا ويذر از هوت، ذا ويذر از ايه كولد، اتس ايه اتس ساني مثلا فور اكزامبل. اوكي today I will stop here. Next class I will start lesson 2. Thanks a lot. Until you meet again. Good.